جايزنج الاعتذار. الاعتذار طبعا هواي طلاب تخطأ به. الاعتذار ترى يختلف عن القبول. هناك اعتذار القبول، هناك بالوحدة الثانية طبعا اللي أخذناه، وبالوحدة الثالثة يختلف عن هذا. ذاك هناك يسمونه القبول والرفض، هنا الاعتذار أو الجايزنج. يقول لك أبلوجايز، تلقى كلمة أبلوجايز. عندنا الاعتذار ثلاث حالات، يقسم الاعتذار إلى ثلاثة أنواع. الحالة الأولى عند الاعتذار عن عمل فعلته دون قصد، نقول I am sorry أو that's okay أو don't mention it. يعني من تقول لك واحد، يقول لك واحد قال لك I am sorry، شو تقول له؟ أنت شو ترد عليه؟ تقول له that's okay أو تقول له don't mention it، يعني لا عاد لا تذكرها، ما صار شيء. احنا نقول ذاس اوكي، ما صار شيء عادي. اوكي، خف واحد يعتذر منك يقول لك ام سوري، يعني تلقى بالسؤال كلمة ام سوري، رد عليه، ريسبون ريسبون تو ذا ابولوجايز. شو تقول له؟ تقول له ذاس اوكي او تقول له دونت منشن ات. هسه راح ناخذ عليها اسئله وزاريه. الحاله الثانيه عند الاعتذار من اجل اعاده الكلام او لم نسمعه، شو نقول له؟ نقول له باردون باردون، وياها علامه استفهام. زين، ويكون الرد بإعادة الجملة نفسيتها. يعني من تريد يقول لك واحد قال لك باردون، شو ترد عليه؟ أيضا أقول له باردون، يعطون درجة، أي درجة كاملة. الحالة الثالثة عند إصابة شخص بمرض أو مكروه، والعياذ بالله، شو تقول؟ أوه أم سوري، ويكون الرد ذاس أوكي أو ثانكس. يعني من واحد يقول لك أنا مريض وهاي، أنت شو تقول له؟ أوه أم سوري، يعني تتأسف. مثال عليها يقول apologize to your friend for being late for the meeting، اعتذر لصديقك لتأخرك في الاجتماع. شو تقول له؟ تقول له I'm sorry for coming late. اوكي، I'm sorry او تكمل من هنا. تمام. I have bad a headache، انا عندي ألم رأس، يقول لك apologize. شلون؟ شو تقول له؟ قلنا ذا مريض اهيدك، شو تقول له؟ اوه ام سوري. وضحت؟ وضحت. عندنا حل تمارين الكتاب مهم كلش، يعني هذا المثال فقط نستعرضه لكم طلابنا الاعزاء. شوف شلون، لان عندنا اسئله، اي عندنا اسئله وزاريه هسه راح ناخذها. هاي الاسئله الوزاريه يكون حلها على الطالب، يقول apologize for your headmaster أو headmistress، يعني مديرك أو مديرتك، for being late for the first lesson. شو تقول؟ تقول I'm sorry for coming late، نفس المثال اللي قلناه.